معانا عبر الهاتف الأستاذ عبد الشافي صادق، مدير تحرير الأهرام الرياضي. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ إسحاق، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، أولا بشكرك لوجودك معانا، وعايز حضرتك تعلق لنا على تنظيم مصر لهذه البطولة الكبيرة والبطولة العالمية، بطولة العالم لكرة اليد، في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، وحتى وجود تخوفات. أعتقد اليابان كانت أبدت بعد التخوفات الخاصة بفيروس كورونا، فلو حضرتك تقول لنا وجهة نظرك. في البدايه اسحاق اسمح لي ان انا اقدم التهنئه للشعب المصري، اهلنا وناسنا كمان اقباط مصر بمناسبه اعياد الميلاد المجيد. شكرا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعب المصري بخير وسعاده وسلام وامان. حضرتك ده بالنسبه للتهنئه. خلينا نتكلم على البطوله دي، البطوله رقم 27. مصر هذه البطوله بطوله غير تقليديه، بطوله غير عاديه، لان في 26 بطوله قبل كده كان ممكن نسميهم بطولات عالم، كل الفرق بتروح للتنافس. لكن البطوله دي غير تقليديه لسببين. السبب الاول ان اول مره في تاريخ كاس العالم لكره اليد ان 32 دوله يبقوا مشاركين في البطوله في نسخه جديده. 32 دوله الغير عاديه كمان ان هذه البطوله تقام في ظل ظروف صعبه يعاني منها كل دول العالم، صحيح، وهي جائحه كورونا. عشان كده مصر قبلت التحدي، مصر قبلت ان هي تنظم هذه البطوله في ظل هذه الظروف، العدد الكبير من الدول، انك انت ازاي هتتكفل بحمايه ورعايه كل نجوم العالم اللي جايين يلعبوا في مصر. الاجراءات الاحترازيه اللي تم وضعها اشادت بها منظمه الصحه العالميه، اللي هي اسمها البابلز يا استاذ حاتم. ايوه فندم. البابلز اللي حضرتك كل المنتخبات والمشاركين في اداره البطوله والمشاركين في تخطيط البطوله كاعلاميين وصحفيين هيدخلوا البابلز. ايه البابلز ده؟ اللي هي الفقاعه الطبيه، حضرتك هتبقى متواجد فيها، مش هتروح بيتكم، مش هتخرج، حتى الفنادق اللي تم حجزها كل العاملين في النهايه موجودين في البابلز عشان ما حدش يختلط مع حد يكون عنده عدوى. غير كده كمان انك انت الفرق اللي جايه كلها انت بتعمل لها مسحات وبتقدم لها الرعايه الطبيه عشان تحافظ على سلامتهم وصحتهم. اذا هذه بطوله غير تقليديه، ومصر اعتادت على التحدي وقدمت نماذج في التحدي كثيره جدا، زي كاس الامم الافريقيه التي اقيمت في مصر وابهرت العالم كله، زي كاس الامم الافريقيه اللي مواليد تحت 23 سنه وابهرنا العالم فيها ومصر فازت بيها على فكره. فاذا احنا بنقدم نماذج للعالم، تعالوا اتفرجوا على ملاعبنا، تعالوا اتفرجوا على كاس العالم عندنا. صحيح. كمان غير ده ان مصر مقدمه لبطوله العالم لخدمه العالم في كره اليد من اعظم واجمل الصالات في العالم، صاله الصاله الكبرى في استاد القاهره، صاله العاصمه الاداريه الجديده، صاله استاد القاهره، الصاله المخصصه في 6 اكتوبر دي هتقام فيها المباريات. يوم الاربعاء ان شاء الله في الافتتاح مصر وشيلي، تعرف مجموعه مصر في معاها شيلي ومعاها السويد ومعاها تشيك، ودي مجموعه انا شايف ان مصر تقدر وهتكمل المشوار. اول دوله كانت حريصه على الوصول الى مصر هي دوله اليابان، ودوله اليابان لم تكتفي ان هي جت لمصر ودخلت البابلز او دخلت الفقاعه، بل ان هي تنظم لها زياره للاهرامات والمعالم السياحيه، لان اليابانيين مغرمين جدا طبعا بالسياحه الثقافيه الفراعنه والحضاره الفرعونيه. انا كنت في اليابان على فكره، قعدت حوالي اسبوعين في اليابان واحتكيت بالشعب الياباني، مغرم طبعا بالحضاره الحضارة المصرية، مغرم بمصر، بيعشقوا مصر، ودايما بينظموا رحلاتهم القبلة الأولى بالنسبة لهم هي مصر. طبعا. فكانوا مبهورين جدا. كمان التنسيق بين كل الوزارات، يعني وزارة السياحة وهيئة الآثار شريك في بطولة العالم لكرة. طبعا التنظيم على المستوى الوزارات أو المؤسسات باهتمام كبير، سواء من السيد رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء. فأنا بشكرك جدا أستاذ عبد الشافي صادق، مدير تحرير الأهرام الرياضي. ألف شكر لحضرتك ومداخلتك القيمة.